اهلا بحضراتكم من جديد في الفقره الحواريه في برنامج الترند. والفقره الحواريه يوم الخميس فقره القضيه. في فقره القضيه اكيد بنتكلم على الفار. الفار يعني الامور التحكيميه، وفقره الفار معناها تصحيح الاخطاء او توضيح المفاهيم او كشف الاخبار والكواليس والتفاصيل المتعلقه بهذا الملف الهام جدا، اللي بالتاكيد ليه تاثير كبير جدا وبيشغل بال كل الراي العام، ايه اللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. لذلك النهارده في الفقره الحواريه بينورني اثنين من خبراء التحكيم والحكام الدوليين السابقين، كل واحد في مجاله بالتاكيد اشتغل في هذه اللجنه على حسب الاعمار السنيه او المراحل السنيه المختلفه في السنوات السابقه. في البدايه بالتاكيد برحب بالاول بالكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الافريقي هنا على شاشه قناه الاهلي. كابتن ناصر منور الدنيا. تحياتي لك يا كابتن محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبالتاكيد في الفقره الحواريه النهارده بينورنا لاول مره وللحدث الاستثنائي في الفتره الاخيره نتيجه ما نراه في منظومه التحكيم، مهم جدا يكون معانا النهارده رئيس لجنه الحكام الاسبق والحكم الدولي واللي ليه فتره طويله جدا في لجنه الحكام من 2019 حتى 2024 للكابتن محمد فاروق. كابتن فاروق منور الدنيا، سعداء بوجودك النهارده على شاشه قناه الاهلي. أنا سعيد إن أنا موجود معاك إحدى الناس المحترمين في قناة محترمة بتحمل اسم كبير، اسم النادي الأهلي، فأنا سعيد إن أنا موجود. ويمكن كانت ناس كتير بتكلمني قبل الحلقة إن أنا ما أروحش قناة تتبع نادي، لا أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، أنا أكون سعيد إن أنا موجود في هذه القناة المحترمة، أكون موجود في قناة الزمالك الإسماعيلي ما دام بتقول الحق فما عندكش مشكلة مع أي قناة. أكيد، ووجودك النهاردة معانا يا كابتن فاروق كمان محتاجين نتكلم في حاجات كتيرة كانت بتحصل والناس ممكن في تفاصيل مش واصله لها، فاكيد هنناقش النهارده موضوعات مهمه. والنهارده الحلقه الحمد لله باذن الله يعني مستمره معانا لفتره عشان نقدر نقفل الملف ده قبل ما نبدا من بكره عهد جديد مع لجنه جديده باستئناف مباريات الاسبوع الثالث للدوري العام. اسمح لي كابتن ناصر اخد بس مراجعه القرار وابدا الاول بالكابتن محمد فاروق رئيس لجنه الحكام الاسبق. كابتن فاروق، رئيس لجنه الحكام الاسبق في المعنى اللي خرج بيه الخبر، المقال ولا الذي تقدم باستقالته؟ لان اكيد هتودينا لتفاصيل ومفاهيم محتاجين نفهمها ونعرفها. لا بالنسبه لي تقدمت باستقالتي اكتر من مره، واخرها ويمكن نزلت الاستقاله بتاريخ 30/10 وقبلها اثنين استقاله برضو، لكن ما كانتش بالورق، كان نظري بكلام واترفضت، وفي الاخر قدمتها يوم 30 وكنت ناوي ان انا كانت القصه خلاص انتهت بالنسبه لي كمان، يعني حتى لو كنت موجود لبعض ايام لكن كان قرار نهائي ان انا ما كنتش هكون متواجد نهائي. ايه الاسباب؟ الاسباب كتير. منها يعني مثلا يعني خلينا نقول لما تيجي تديني رئيس لجنه الحكام لازم تديني حقوقي عشان اقدر اشتغل. يعني انا لما ما فيش لجنه ونتكلم في المره دي مره واثنين وثلاثه، وانا قلت ابسط حقوقي ان انا لجنه عشان اقدر اشتغل، اقدر ان انا يبقى معايا، لكن انا ما ينفعش اثنين ثلاثه موجودين في اللجنه، انا بحط الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به والقسم الثالث و2005 و2007، ده مش شغل تحكيم. وارجعت هذا الموضوع لما بعد السوبر عشان يجي وعملنا اجتماع فعلا بالفعل، وكنت متقدم بالاستقاله يوم 30 وعدوني الامور هتتصلح، لكن لقيت ما فيش امور زي ما هي، بل بالعكس الامور بتزيد للأسوأ. فطبعا كان قرار نهائي ان انا ما كنتش موجود، هم خدوا قرار بعد كده باقاله ولا بتاع ما يشغلنيش الكلام ده كله، لكن الراي العام يعرف وهم عارفين اصلا مين اشتغل ومين ما اشتغلش وعارفين ايه المشكله ومين سبب المشكله. مين سبب المشكله؟ طب هل استقالتك وقتها في التوقيت ده معناه ان انت كل المشاكل اللي حصلت بخلاف وجود عدد اعضاء اللجنه الموجودين امر خارج عنك انت؟ بمعنى كل المشاكل اللي حصلت معناه انك استقلت وخرجت من اللجنه، حتى فيما بعد صدر قرار بالاقاله وقالوا اقاله تشكيل اللجنه بالكامل، ده معناه ان انت لما استقلت يبقى كل اللي حصل بعدها خارج عنك؟ بنسبه كبيره، بدليل ان حتى يوم التحليل وبتاع ما كنتش موجود. يعني تحليل الاسبوع لا الأول. لا انا ما كنتش موجود خالص تماما، انا كنت مع استاذ جمال العلام وكنا بنتكلم في بعض الامور لان القصه برضو مش لجنه بس، يعني خلي بالك ان دايما لما تشتغل لازم توفر لي كل الادوات عشان تيجي تحاسبني، بدليل ان انت ما وفرت لي في الشهرين اللي انا اشتغلت ما بين مارك وبريرا، انا شهرين انجزت فيهم، مش رايي انا، ده راي معالي الوزير وراي كل الناس، في خلال شهرين اديت اداء كويس جدا لان انت كنت مديني الادوات ومديني الصلاحيات. لكن انا ابسط حقوق، ده انا رحت بطوله الامارات وانا مش معايا وانا ناقص حكم. يعني انا رحت بطوله الامارات وانا ناقص حكم اتشال، وقعدت اقول قال لك لا خلاص هم دول اللي هيسافروا لان المجلس ابو ظبي بيقول عدد ايه؟ مجلس ابو ظبي هيعدد عدد حكام هتلعب في البطوله. ورحت هناك واتحطيت قدام امر واقع ان انا هل اجيب حكم يلعب مباراه اخده مثلا ماتش الزمالك واديه ماتش الاهلي او العكس، وكنت لوحدي وتواصلت مع الاتحاد الاماراتي عشان يوفر لي حكم فار عشان اسم مصر وسمعه مصر، تحملت حاجات كتير جدا وضغوط كتير جدا. لكن للاسف اتعلمت درس
اللي انا احترمت ناس كتير اكتر من اللازم. طيب كابتن ناصر، الكلام اللي بتسمعه ده اكيد وانت كنت عضو سابق في لجنه الحكام، هل كان سيستم العمل داخل لجان الحكام كانت بتسير بنفس الاطار ده؟ تسمح الاول ارحب بمحمد. اتفضل. طبعا ارحب بك يا محمد وسعيد انك انت موجود النهارده. خليني بس اقول نقطه مهمه جدا في حق محمد، ان محمد اشتغل لكابتن محمد وعنده ايجابيات في شغله. يعني انا هتكلم في جزء خاص بدوري المحترفين اللي هو اعتقد هو وحمد القاضي طلعوا لنا 36 حكم صفاره قدروا داروا محترفين بدون اخطاء او اخطاء قليله، و44 حكم مساعد يحسب لمحمد فاروق وحمد القاضي ان هم عملوا يعني مجازفه والدوري نجح. دي نقطه ايجابيه خاصه بشغل محمد فاروق. هروح للقصه، محمد اتكلم على الامكانيات وما توفرتش. انا بختلف مع محمد في حاجه مهمه جدا، واحنا اتفقنا انا كرئيس لجنه حكام ان انا اتناقشت مع محمد اكتر من مره، محمد لو انت عندك طلبات من اتحاد الكره عشان يبقى شغلك ناجح من فضلك حط طلباتك، طلبات ما توفرتش قدم استقالتك وامشي. ده الصح يا كابتن محمد. تمام. بدليل يعني النهارده اتحاد الكره وفر كل اللي طلبه محمد فاروق للجنه الحاليه برئاسه الكابتن ياسر عبد، وده لغز. بالظبط. محمد فاروق طلب كل الكابتن، اول محمد فاروق معاه ثلاث اعضاء يا كابتن، طلب كمان ثلاث اعضاء زي ما هو بيقول. قالوا لا مش هيسمح، ما عندناش امكانيه ان احنا نعين حكام. طب عاوز معسكرات؟ ما فيش معسكرات. طب عاوز السيموليتر اشتغل بيه؟ ما فيش. محمد كان المفروض انت ساعتها تقدم استقالتك وتمشي وتخرج من الباب الكبير. ده رايي يا كابتن محمد باختصار. تمام. هل تعاملت بعاطفه ولا المشكله كانت فين في ظل انك بقالك خمس سنين في اللجنه وما بين فتره كلاتنبرج وبيريرا وبعد كده حصل دخول فرد جديد على اللجنه؟ هل المراحل دي شايفها مختلفه طبعا عن اخر اربع شهور؟ طبعا. ازاي بقى؟ طبعا مختلفه كتير جدا، لان انت اولا هرجع للبدايه برضو تشكيل لجنتك لازم انا اجيب الكابتن محمد اجيب الكابتن ناصر، يبقى في اصلا في كيمياء بيننا وبين بعض، في تفاهم، لكن اصلا ده ما اتحققش. وبعدين ده معسكرات، ده انا يعني الحمد لله علاقتي بالدكتور اشرف صبحي، عملت معسكرات في ابو قير وقدرت اعمل معسكرين الدوري الممتاز ده بعد ما جينا من الامارات بالعلاقات الشخصيه. ما فيش واحد فكر يكلمنا طب هتعملوا معسكرات ولا لا. يعني اللي وفر المعسكرات وزير الشباب والرياضه مش اتحاد الكره؟ الدكتور اشرف صبحي طبعا، وانا كلمته الراجل مشكورا كلم ابو قير ووفروا لنا المعسكرات. ومحدش سال. عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا في الامارات الفندق بتاعنا وفندق مجلس اداره الاتحاد الموجودين فيه خمس دقائق بالظبط، مفيش حد فكر حتى يجي يطمن على الحكام، يجي يقول ايه يعني انتوا عاملين ايه؟ ما فريق الحكام ده زيه زي المنتخب. بالظبط. هو ابن شرعي لاتحاد الكوره، محدش جه سال خالص. انا لما قعدت ادور اجيب حد بتتصل بده وده محدش بيرد، وفي الاخر بعلاقاتي هناك اللي انا قدرت اجيب مساعد عشان يلعب. يعني كل ده وقبل وقبل في حاجات كتير جدا. يعني في حاجات كتير جدا، وفي الاخر النقد بيجي لنا احنا عملنا ايه اصلا. طب لما تم اضافه الكابتن ابراهيم نور الدين في لجنه الحكام، اتخذ رايك بما انك انت القائم باعمال رئيس اللجنه؟ لا ما اتخذش رايك. لا 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 لا، هو بريرا، مستر بريرا هو اضافه في اللجنه. يعني مستر بريرا قبل ما يمشي هو اضافه في اللجنه، اللي هو كان مستر بريرا موجود. فبالتالي من حقه ان هو يضيف، عايز سين عايز صاد يضيف، فهو الراجل ضافه في اللجنه عشان يقدر يشتغل بيه الموسم الجديد اللي هو يبدا بيه. وبالتالي بريرا مشي، فمشت الامور على نفس النهج. طيب مشت الامور على نفس النهج في الفتره دي يا كابتن ناصر، شفت عمل اللجنه مختلف عن اي لجان سابقه؟ اتكلم بصراحه. طبعا احنا جايين النهارده نتكلم بكل صراحه. انا شفت عمل اللجنه يعني مع احترامي ما كانش احسن حاجه يا كابتن محمد بالنسبه من احنا نشوفه في لجان بره، او كنا احنا حتى واحنا موجودين كنا بنشتغل شغله. زي ما قلنا احنا هنا من خلال البرنامج قلنا ان في امور ما كانتش ماشيه بشكل كويس، منها المعسكر التحضيري اللي تم في بدايه الموسم ما كانش يعني على احسن حاجه بالنسبه للحكام. انت بتتكلم في حكام نخبه، معسكر تقريبا هو يوم ونص، ما ينفعش يوم ونص، ما ينفعش. ما ينفعش النهارده عشان ادي ماده علميه وابتدي اشتغل مع الحكام في الفار وابتدي اصحح اخطاء واوحد قرارات، ما ينفعش يوم ونص يا كابتن محمد. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه بنتكلم على الزور الاعلامي، ودي كانت مشكله كبيره جدا جدا جدا، وكان لابد ان هي النهارده لجنه الحكام بيبقى ليها موقف مع الزور الاعلامي. مش حاجه اسمها حكم يطلع في الدنيا كلها في اي بطوله سواء مجمعه او غير مجمعه، ممنوع اي حكم يطلع ظهور اعلامي حتى لو هتطلع في بطوله، ممنوع. والكلام ده حصل قبل كده في بطولات وحصل ان في حكام اتوافق كتير. فعاوز اقول الفتره دي كانت فتره يعني ما كانش في تفاهم، وانا بقول بامانه بين محمد وبين ابراهيم في حاجات كتيره جدا جدا، واعتقد لو الاثنين كانوا على تفاهم وعلى راي واحد
كانت الامور مشيت بشكل جيد وكانوا ممكن تخطوا كل هذا كابتن محمد في الفتره اللي هي حصلت فيها دروب، انا بقول دروب، ونتج عن كده في الاخر خالص ان الجوله الاولى حصل فيها مشاكل تحكيمه كتير. لما يبقى كتير ثلاث انديه بيطلعوا بيانات في جوله اولى، وهرجع لمحمد لو قال انا ما رحتش للمعسكر التحليلي. هرجع للجزء ده بس انت فجرت جزئيه مهمه جدا، الظهور الاعلامي للحكام. بكل امانه كابتن فاروق، ظهور الحكام اثناء البطوله كان بمعرفتك ولا اتفاجئت زينا؟ شوف يا كابتن، بتكلم بمنتهى الامانه عشان انا ما عنديش حاجه اخبيها. تمام. انا في اليوم ده كنت قاعد الصبح في الفندق مع ابراهيم، وهو كان بيكلمني ان هو يطلع يتكلم ويشيد باداء الحكام. ما كانش عندي مشكله خالص. قبل البرنامج بساعتين انا ببص كده لقيت ان في حكمين طالعين. البوست بتاع على عندك يعني نازل على المواقع يعني. اتفاجئت. فكلم الكلام ده كله متسجل معايا على الواتساب يعني عشان تبقى عارف. لا مصدقينك طبعا. مصدقينك. بس انت رئيس لجنه، فوجئت ان الحكام طالعين من غير ما ياخدوا رايك. كلمته قلت له ايه اللي بيحصل ده؟ قال لي ما انا قلت لك واحنا قاعدين في الفندق تحت وانت وافقت. قلت له لا، انت قلت لي انا هطلع ما قلتيش الحكام. فانا دلوقتي هاخد قرار، وفعلا كنت هعمل كده. اللي انا همشي الحكمين ترجعهم القاهره. ارجعهم القاهره واستعين بحكمين من الامارات واكمل البطوله. ده خبر جديد اول مره يتقال. معلومه جديده. الكلام ده يعني اول مره اسمع الكلام ده. يعني كان الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنه وقتها اخر من يعلم وكان زينا بظهور الحكام في القنوات الفضائيه في الامارات هناك، وكان هياخد قرار بعودتهم لمصر واستخدام او التعاون مع الاتحاد الاماراتي. وبعت للدكتور ايهاب الكومي باللي حصل وقلت له. يعني الاتحاد كمان بقى عنده علم. طبعا كلهم كان عندهم علم، لكن يمكن انا في اللحظات الاخيره حفاظا على اسم مصر اللي انا فعلا بحبه كتير جدا، قلت مش عايز اعمل مشكله برضو لينا. وكنت ناوي فعلا والله العظيم بمنتهى الامانه اللي انا فعلا هجيب حكمين من النهارده اكمل البطوله، لكن قلت هنكمل البطوله وربنا يكرمنا ووفقنا، ولما نرجع هنا يبقى في كلام تاني. كابتن نصر، رايك ايه في الخبر المفاجئ ده؟ هو مفاجئ بالنسبه لي على فكره، انا اول مره اعرفه. ولكن انا برضك هروح لنقطه مهمه جدا يا كابتن محمد. انا عندي الحكام دي حكام دوليين عندهم مسؤوليه، خلي بالك. تاني، حكم دولي عنده مسؤوليه وعنده تعليمات من الاتحاد الافريقي، ما بيطلعش في اي اعلام طالما في بطوله. يعني انا مش بعاتب على بس المسؤول اللي سمح، ولكن انا ايضا بعاتب على الحكام. وبسال سؤال، هل حكام دوليين عندنا في بطوله مجمعه تبع الاتحاد الافريقي اتحاد دولي حد يجرؤ يطلع في الاعلام ومعسكر شغال؟ زي ما قلت، لو حصل بيقول لك حاجه واحده بس، اتفضل خد شنطتك وروح. مفيش هزار. انما هنا في مسؤوليه تقع على الحكام الدوليين اللي هم طلعوا اثناء البطوله. كابتن، ده ملخص الكلام. كابتن امين عمر ادار النهائي لغايه اللحظه دي مفيش تصريح تلفزيوني واحد ليه. كابتن امين عمر اللي هو حكم النهائي واللي كان عريس التحكيم في بطوله السوبر المصري في الامارات لم يخرج ولم يصرح في اي قناه فضائيه او حتى عبر اي برنامج. سؤال مهم جدا، انت قلت حاجه مهمه جدا. هو امين عمر عارف كويس قوي ان هو ممنوع من ان هو يطلع في اي برنامج، لان هو بيشتغل تحت منظومه الاتحاد الافريقي، وعارف ان كل خطوه بيعملها امين عمر بحسابات، تمرين بحسابات، اكل بحسابات، كل حاجه بتعمل بحسابات يا كابتن محمد. وبالتالي عارف كويس قوي دوره ايه وايه واجباته ايه اللي هو المفروض يتعمل. عشان كده هو ما طلعش في الاعلام، لان هو عارف لو طلع في الاعلام بدون تعليمات من الكاف هيتوقف. طيب، خلال وجودك في الامارات يا كابتن فاروق، ما اتفاجئتش كمان ان الحالات التحكيميه بتتناقش وان محادثات الفار اللي حصلت في ماتش الزمالك وبيراميدز موجوده مع الكل؟ المشهد ده مش جديد عليك شويه؟ ما استغربتش، ما طالبتش بشيء مع اتحاد الكوره في الجزئيه دي؟ هو اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ اتحاد الكوره كان فين اصلا؟ انا كل حاجه انا بقول لهم وببلغهم، مفيش اجابه على اي سؤال. مش اصحاب قرار مثلا؟ مش عايز اقول مش اصحاب قرار، لان الناس دي برضو انا يعني انا بحمل لهم كل تقدير واحترام، لكن بتكلم على المستوى الشخصي، على المستوى الاداري والشغل. كان لازم يكون في قرارات. يعني كان لازم يكون في قرارات، لكن انت بتبلغ وبتقول هم مفيش قرارات نهائي خالص. تمام. طيب، لما اللجنه الجديده جت برئاسه الكابتن ياسر عبد الرؤوف وعملت معسكرات وتم توفير كل الادوات ليها، حتى المعسكر لمده 8 ايام، كل فوق 4 ايام مش يوم ونص، ما استغربتش من ردود الافعال دي، من توفير الامكانيات دي؟ ده انا استغربت. وعايز اقول لك على حاجه كمان، يمكن انا كنت قبلها باسبوع مقدم للاستاذ جمال علام طلب بزياده البدلات للحكام في كل المراحل. تتخيل احنا وقفنا على بدل الحكم اللي بيحكم مباراه ب 200 جنيه عملناها 400 جنيه، كانت عامله مشكله كبيره جدا. ازاي نعملها ب 200 ل 400 جنيه؟ وقال والله العظيم انا بكلمك بمنتهى الامان. واترفض، او مش اترفض، قال لي هنناقشها في المجلس. طب ما ده
اول سبل التطوير هي البدلات بتاع الحكام، انك عشان تيجي تحاسب حكم لازم تديله حقه. فانا بتكلم من اول الدوري الممتاز، هو الراجل قال لك الدوري الممتاز ما عنديش مشكله، طب بقيه الناس الثانيه اللي بتلعب في المحترفين والممتاز به او الحكام الغلابه تاخد فلوسها منين؟ فانا كنت مقدم طلب اترفض او اتاجل لاجتماع مجلس اداره عشان يترفض. طب ادوات الفار اللي نزلت دلوقتي والعربيات اللي موجوده وانتم موجودين ما اشتغلتوش بالشكل ده ليه؟ ما الادوات موجوده هي كابتن فاروق. احنا كل ما كنا بنطلب طلب يا ما فيش امكانيات يا ماشي حاضر، الكلام ده كله يعني انا مش عايز اقول لك ودي كانت اسباب من اللي ضايقت بريرا قبل ما يمشي على المستوى الشخصي. بريرا كان بيطلب طلبات كانت بتترفض؟ اه طبعا اه طبعا. زي البدلات دي كان بيطلب، كان من ضمن الناس اللي كانت بتتكلم على البدلات، كان بيطلب توفير العربيات عشان تدريبات على الفار والكلام ده كله. طلب توفير سيارات الفار عشان تدريبات ما كانتش بتتوفر. اه طبعا اه طبعا. منتهى الامانه. اصل احنا هنتكلم هنضحك على الناس. طب ايه المبرر طيب؟ انا مش عارف والله المبرر لغايه دلوقتي ايه؟ يعني انا كل لا ما فيش في يعني انا حتى في الاول انا كنت براعي ان الاتحاد ده لما جه كان عنده ديون للفار وكان عنده ديون في 6 اكتوبر والكلام ده كله، وانا كنت مراعي الكلام ده كله. لكن لما الدنيا تمشي ما هو لازم برضو انت لازم تدور على حقوق الحكام، مش هقول حقوق لجنه الحكام، هو الحكام. اديني الادوات واديني الامكانيات وبعد كده تعالى حاسبني، لكن انت حاجب عني كل ده وانا واقف بتكلم او لجنه واقفين نتكلم لوحدنا. وللاسف الشديد برضو مع احترامي للاعلام، الاعلام برضو مش في الاخر هو بيهاجم اللجنه. طب انت بتهاجم اللجنه على اي اساس؟ ما انت انا ما عنديش معطيات اصلا اشتغل بيها، وواقفين وبنشتغل عشان بنحب التحكيم، عشان بنحب بلدنا، عشان بنحب اتحاد الكوره، كل ده. طب وفي الاخر احنا اللي حاسبنا على القصه، على الموضوع كله من الاول للاخر. الناس ما تعرفش ايه اللي كان بيدور. طب كابتن ناصر، انا تجد دلوقتي ان بريرا طلب سيارات الفار اللي نزلت دلوقتي للحكام ما كانتش بتتوفر، طلب معسكرات ما كانتش بتتنفذ، يبقى المشكله ان الخبير الاجنبي اللي كان بيشتغل ما كانش بتتوفر ليه الادوات عشان ينجح. ده برضه كلام اهو من قلب اللجنه، يعني الكلام ده احنا مش بنقوله من عندنا دلوقتي. بص كابتن، نقطتين اسئله عن محمد واحنا عارفين وقت برنامج. اولا محمد اتكلم فيه انا طلبت وما كانش حد بيستجيب لي، وقال حاجه مهمه جدا للاعلام كان مش معانا. لا يا كابتن محمد بعد اذنك، لا الاعلام كان معاك. واحنا من خلال ناصر ماشي ما تقص نفسك انت، انا بتكلم اقصد الاعلام مش انا ما قطعتش تسمح لي بقى اتكلم اتفضل عشان بحبك وانت بحبك ما انت عارف، بس انا عايز اصحح حاجه. بص يا كابتن، هي من خلال قناه الاهلي وانا مرارا وتكرارا قلنا ايه يا كابتن محمد؟ احنا مع محمد فاروق ويجب تدعيم محمد فاروق ويجب طلبات محمد فاروق تنفذ. وقفنا وقفه كويسه قوي 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 وهو يعرف الكلام دوت في بدايه الموسم. مظبوط، وانت كنت شاهد على الكلام ده، وانت كمان محمد انت طالبت كتير ان الناس توفر لمحمد فاروق. احنا كنا معاك يا محمد، دي جزئيه. انا مش بتكلم عليكم انتوا، هو ممكن بيتكلم على انا بتكلم على العامه يا جماعه. النقطه الثانيه مهمه عشان ما يحصلش لغط، انا النهارده محمد انت شلت الليله لوحدك، انت شلت الليله لوحدك ليه؟ انت طلبت حاجات كتيره البعض يمكن مش فاهمها. محمد دلوقتي بتفاجئ وانا اتفاجئت، وبريرا طلب ومفيش الحاجات دي ما توفرتش. انت بالاخر خلاص ما انت المسؤول المفترض عشان تنجح وتخرج من باب الكبير الحياة دي تحقق، ما تحققتش. انا النهارده انا بعتب عليك لانك انت سمحت ان الامور دي توافق عليها ومن غير مقبول. سؤال، لو يعيد بيك الزمن وترجع تاني رئيس لجنه الحكام، هتسمح بان الحاجات دي وطلباتك بنفس الظروف هتوافق ان تبقى موجود والامكانيات وادوات المساعده مش موجوده؟ لا طبعا، بس هقول لك على حاجه، في حاجات كانت بتخليني انا موجود. هقول لك ليه. انا كنت ماشي. بص يا كابتن محمد، انت بتتكلم على تطوير. أكيد. التطوير ده نتيجته ايه؟ نتيجته حكام، ولا احنا بنتكلم ازاي؟ طبعا. انا كنت ماشي برضه في مشروع ما حدش حاسس بيه. انا كنت واخد حكام المحترفين من البدايه، من ايام ما اشتغلت الشهرين اللي انا ورئيس لجنه حكام بدور على صف تاني وصف تالت للتحكيم المصري. انا مش هقعد طول العمر، لكن اللي يجي بعدي يلاقي صف. انا كنت ممكن بمنتهى السهوله العب بالسبعه الدوليين على 5 7 8 يبقى 15 حكم، العب بيهم الدوري الممتاز والمحترفين والممتاز به، ومش هجي ولو جات لي مشكله هقول لك انا بعت لك حكم دولي او حكم كبير. لكن انا دورت على مستقبل التحكيم، غامرت باسمي وتاريخي والنقد اللي انا خدته لما كنت بودي حكام بتلعب في محافظات الجماهير ماليه الملعب مفيش فار وبتنجح في الماتشات، وكانت ناس موجهه عشان توقع الحكام دي. ناس موجهه؟ اه طبعا اه طبعا. ناس كانت عايزه توقع التحكيم، ناس بتطلع في البرامج والبتاع تقول لك الدوري هيبوظ، الدوري مش عارف ايه، العبوا بالدوليين وده ينفع. خلاص، طب ما انا كنت ادور على مصلحتي، انا دورت على مصلحه التحكيم. انت شايف ان في ناس من منظومه التحكيم كانوا بيهاجموا اللجنه لاسباب شخصيه مش اسباب فنيه؟ مليون في الميه طبعا. مليون في الميه؟ مليون في الميه. ولما طلعت ب 36 حكم هم 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 نتاج اللي يقدر يلعب بعد كده بيهم، لان انت محتاج تجديد كل فتره ويبقى عندك صف ثاني وثالث.
وطلعت بيها واستحملت ما لا يستحمله بشر في خلال ساعتين. وكابتن ناصر يشهد على كلامي وعملت اسماء بدليل حتى باعتراف واحد من المنظومه المحترمه كابتن احمد شوبير. كابتن احمد في يوم من الايام قال لي مين الحكام دول؟ الناس دي طلعت يعني الراجل اشاد بيهم في الماتشات، ماتشات صعبه بقى فيها فرق كبيره واسماء كبيره. فده كان من ضمن مراحل التطوير اللي انا شغال فيها، اللي ما حدش بص لها خالص. لا الناس بصت، الاهلي كسب، الزمالك كسب، الاسماعيلي كسب، يبقى اللجنه حلوه ولا وحشه؟ احنا بندور لمستقبل التحكيم المصري، واللي انا عشته في خلال السنتين اللي فاتوا بعمل حكام تقدر تدير الدوري الممتاز، بنعمل حكام صغير. ده احنا عندنا كابتن احمد الجرحي وكابتن سعيد حكام عندها 20 سنه و21 سنه، اداره القسم الثالث والثاني اللي احنا كنا بنحكمه واحنا حكام دوليين لما تبقى في مشكله. هو ده كله مش نجاحات يا جماعه؟ ولا نجاحات ده العدد اللي قاله الكابتن ناصر بتصعيد وجود 36 حكم في دوري المحترفين. هو ده مش نجاحات محمد. انا في البدايه انا شكرتك على فكره، وتاكيدا لكلامك يعني لما كابتن شوبير طلع، وانا تابعت كابتن شوبير بامانه، طلع اشاد اشاده غير عاديه. كابتن شوبير طبعا ما بيطلعش يشيد الا لما يكون فيه فعلا ايجابيات موجوده. طلع اشاد بتجربه محمد، يمكن دخل معاك مداخله، وقال ان حكام محترفين النهارده حكام يشوفوا اول مره اجادوا يا كابتن محمد، ودي كانت دافع كويس قوي ليك، وده شغلك وتعمل بشكل كويس. طيب بقيت الكلام بقى يا كابتن، الثمانيه اللي انا اخترتهم من دول عشان انا اترجم اللي انا تعبت بيه ورحت لمجلس الاداره، انا عندي ثمانيه كمرحله اولى، لان عندي 36، ثمانيه دول محتاجين رخصه الفار، هم مش هيلعبوا في الدوري الممتاز غير لما يصفروا ياخدوا الرخصه. اقسم بالله العظيم ثلاثه لو قلت لك الموضوع اترفض. اترفض؟ اترفض. هي مين اللي كان بيتواصل معاك من اتحاد الكوره؟ استاذ جمال علام. هو بس لوحده؟ لا والباقيين برضه بتواصل معاهم، بس هو القرار في ايد استاذ جمال علام. يا جماعه طلبت، كلمت تامر دري، قلت له يا تامر انا محتاج معسكر هنا للثمان حكام دول عشان يلعبوا في الدوري الممتاز السنه دي، عشان الناس تحس احنا اشتغلنا ولا لا. ما انت خليتني فضلت اشتغل في منظومه لغايه ما طلعت الناس، وفي الاخر مفيش فار، وفي الاخر الناس ما طلعتش ولا شغلنا ظهر ولا اي حاجه خالص. فالقصه الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي. على فكره انا استريحت جدا، ويمكن انا والله العظيم، لان انا كنت شايل حمل لا ما فيش حد يقدر يشيله اصلا. طيب عموما لسه عندي ملفات تانية، ولسه عندي موضوعات تانية لسه هتكلم فيها مع الكابتن فاروق، واسمع تعليق للكابتن ناصر عباس، لكن اكيد لازم اخرج الى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه فقره الفار مع الكابتن محمد فاروق والكابتن ناصر عباس، ومفاجات مدويه اطلقها الكابتن محمد فاروق في تصريحاته في مساله الظهور الاعلامي للحكام. بس دي جزئيه مهمه جدا هتكلم عليها، لكن عايز اروح لجزئيه تانية. معنى ان رئيس لجنه الحكام الاجنبي بيريرا البرتغالي لم تتوفر له اي امكانيات رغم ان الميزانيه فيها فائض مالي وفي ارقام ماليه جيده في اتحاد الكوره، اذا كان هناك اتجاه لعدم نجاح هذه التجربه في الفتره الاخيره. ودي عناوين مهمه جدا، ليه احنا بنركز عليها وبنجيب التفاصيل من الناس اللي كانت موجوده جوه المطبخ عشان نعرف، وتبقى الرؤيه بالنسبه لنا اوسع واشمل لما نعرف المنظومه دي كانت كيف تدار من راس الاداره من خلال مجلس اداره اتحاد الكوره. كابتن فاروق، لو هسالك على فكره الظهور الاعلامي للحكام، لما جيت تعين حكام مباراه النهائي الامر بالنسبه لك كان سهل ولا كان صعب؟ انا كنت عايز ترجع اتنين مصر. انا قعدت اربع ساعات في الاوضه بختار الطقم، اقسم بالله اربع ساعات بختار الحكم والمساعد الاول والمساعد الثاني والحكم الرابع والفار والايفار، بدليل لما نزلت الساعه 10 ونص او 11، يعني بدانا ندي هناك التصريح بالحكام كانت الساعه 10 بالليل. طب ليه قعدت اربع ساعات بتختار ليه؟ لان انا كنت حريص اولا في الاول وفي الاخر على نجاح البطوله. لان نجاح البطوله هي مش نجاح للتحكيم، نجاح للبلد. فكنت بتقر، عايز اقول لك على حاجه يمكن غريبه جدا، انا بعد ما اخترت الطقم انا قمت عملت ركعتين استخاره. بعد ما اخترت الطقم قمت عملت ركعتين استخاره، بس خير ربنا اللي ربنا يكرمنا بالطقم اللي احنا اخترناه ده، لا لينا مصلحه في حاجه ولا لينا اي مشكله خالص. قلقك عشان ايه؟ قلقي ان انا ما اظلمش حد في المباراه، قلقي ان انا يظهر التحكيم بصوره كويسه جدا، قلقي ان انا كانت في موضوع الحكام ظهرت والكلام ده كله، فانا عاوز في الاخر الختام لو مش كويس هيفجر حاجات كتير جدا. فالختام الكويس بنجاح البطوله، وانت شفت البطوله نجحت نجاح كبير جدا، والطقم بتاع النهائي بالذات عمل مباراه كبيره جدا، فده كان قلقني جوايا. انا ما عرفتش انام لغايه الصبح، لغايه ما ربنا كرمنا وبعد يعني توافقت ان انا احط الطقم ده، وخدت راي المسؤول اللي معايا وقلت له، وقعدت مع الحكام واتكلمت معاهم، كان في نوع من الحب بيننا وبين بعض. طيب كان في اسره واحده. اكيد. طب جزء من ظهور محمود عاشور كايفار في الماتش النهائي كان سبب الظهور الاعلامي؟
لا 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 خالص خالص. انا كان ليا وجهه نظر، كابتن عاشور اسم كبير وخبره كبيره يكون موجود مع محمد معروف، لان محمد برضو لا يقل عن الامير عمر. محمد كان مرشح بقوه يلعب الماتش النهائي، كان برضو عندي اللي انا وجوده في الفار ثقه كبيره جدا مع محمود عاشور، ايا كان هو اي فار ولا فار، الاثنين هيكملوا بعض وهيدوا صوره كويسه للتحكيم المصري، بجانب امين عمر بخبراته الكبيره جوه الملعب. اخترت اثنين مساعدين كبار، احمد حسام ومحمود ابو الرجال، يعني الطاقم بالنسبه كبيره جدا كان متوافق كله مع بعضه، وربنا في الاخر طلعت الصوره الجميله المشرفه اللي احنا بعد ما رجعنا اتفاجئنا، يعني حتى ما حدش قال لنا شكرا، ما حدش قال لنا الاداء كويس، لا قالوا لنا في مشكله ومش عارف. طب ايه هي المشكله؟ جاي لك للمشكله دلوقتي، مش جاي لك لموضوع المشكله. كابتن ناصر، 4 ساعات عشان يختار حكم نهائي او طقم حكام النهائي. هو كان في حيره من امره، في حكام 3 الاعلام ودول يعني صعب ان هم يبقوا متواجدين في المباراه، رغم ان اعتقد الحكم الرابع كان موجود في المباراه، صح محمد؟ الرابع والايفار. يعني احنا نتكلم، يعني كان المفترض طالما انت خدت قرار بعدم ظهور بعدم تعيين حكام ما كانش يجب انك انت تعين حكم رابع. الحاجه الثانيه اللي بتكلم فيها محمد حكم الايفار، ودي مهمه جدا، ما كانش عندي حد ثاني، لو ما عندوش ما عنديش حد، ما انا رايح ناقص واحد اصلا، هعينه مين؟ دي مشكلتك يا محمد. هقول لك يا كابتن برضه عشان تبقى عارف. تسمح لي محمد، انا بحبك والله، بس يا كابتن انا النهارده طالع بحكام في سوبر مصر، ده مردوده بره عاليه جدا يا كابتن محمد. انت معايا يا محمد؟ يبقى انا المفروض النهارده لازم انا كرئيس لجنه الحكام بطلب طاقم التحكيم بالكامل، واخد كمان 2 احتياطي، لان احنا قلنا التحكيم ده هو اللي بينجح البطوله، من غير تحكيم مفيش بطوله يا كابتن محمد. وانا هنا رئيس لجنه الحكام لابد قبل ما يطلع انا محتاج 6 حكام صفاره، محتاج مثلا 6 حكام مساعدين كامل، 4 فار لازم كامل كامل ووافقوا عليه، يعني اخترنا خلاص مفيش مشكله. احنا فوجئنا قبل السفر بـ2 يوم بالظبط ان مساعد مش موجود اسمه خالد حسين من اسوان. فسالته يا جمال ليه؟ قال لي لا العدد ومش العدد. حتى سالته توتا انت شلته ده ليه؟ اشمعنى ده؟ طب خالد حسين ده هقول لك على حاجه بقى محمد. من افضل المساعدين اللي موجودين، اولا راجل دكتور ومثقف جدا، مهندس ومثقف جدا وشاطر قوي قوي يا محمد. طب شلته ليه خالد حسين؟ ما انا جاي لك بقى في الكلام. ليه ليه ليه؟ فقلت له طب ماشي، طب يعني انتوا شلتوا خالد حسين ليه؟ قال لي اصل ده كان اخر اسم، فاحنا شلنا اخر اسم. والله العظيم. خالد حسين يا كابتن طيب. فانا طبعا انت في وقت توقيت طبعا انت محتاج تاشيره ومحتاج كلام خلاص. بس بلغتوه كمان انه رايح البطوله. لا ما كانش اتبلغ رسمي. لا ما اتبلغش رسمي. فطبعا دايما اتشال. فقال لي احنا كنا عاملين اتفاقيه مع الامارات قبل كده تبادل حكام. فقال لي خلاص اتصرفوا بقى هناك وخدوا. فكان قدامي حل من الاثنين، يا ما اروحش واسيب البطوله وممكن تطلع في الاخر اللي انت زي ما بيقولوا اللي انت ما تحملتش المسؤوليه، يا اروح واتحمل المسؤوليه واستنى لما ارجع اشوف في الاخر ايه اللي هيحصل. الكلام ده محمد حضرتك ما قلتوش ليه بعد ما رجعت من البطوله؟ ايه؟ ليه ما قلتش الكلام ده؟ كابتن انا في المنظومه انا بحاول بقدر الامكان، انا بشتغل. بعد اذنك، انت عانيت معاناه كثيره وانت معاناه فوق ما تتخيل، عليك ضغط كبير يعني. مش انا النهارده المباراه نجحت تمام، لازم انا اوضح للراي العام ان انا يا جماعه من ضمن كمان مطالبي كان طاقم التحكيم اللي كان بيبقى موجود معايا حد ما ساعدنيش فيه، كان لازم اتوضح، لان انت وضحت بعد ما انت خرجت من اللجنه، ودي الجزئيه دايما اللي ودي مهمه يعني جدا وانا موجود لابد ان انا طالب واقول للمسؤول المسؤول فين المسؤول من الامكانيات دي، لان لازم راي العام الكابتن يعرف العيب فين. محمد في بريرا، في محمد سعيد، في ناصر عباس، في اتحاد الكره، لازم راي العام انت تطلع توضح طول الكلام ده عشان ما تبقاش الامور النهارده محمد فاروق شايل كل الليله دافع الفاتوره كلها. لا محمد فاروق انا اشتغلت وتعبت، اتحاد الكره ما ساعدنيش، الكلام ده كان المفروض تقوله وانت موجود. طب بمناسبه دفع الفاتوره لجنه الحكام، تسريب محادثات الفار واللي حصل في مباراه الزمالك والبنك الاهلي، دفعت فاتورتها بالفعل بعد قرار اتحاد الكره باقاله اللجنه؟ انا كمحمد فاروق؟ انا مش انا برضه هرجع انا مستقيل من اللجنه تماما خلاص. انا فاهم ده، لكن اللجنه كلها دفعت دفعت. ما دلوقتي انتوا بتقولوا في حدث حصل والحدث ده لازم يكون في انسان متسبب في الكلام ده، سواء بقى من التحكيم او من بره التحكيم، في الاخر احنا عايزين نعرف مين. لكن ما تاخدوش قرار بلجنه فيها ناس اصلا ما كانتش موجوده في القاهره اصلا عشان تقولوا كان في تسريب ولا فيش تسريب. يا جماعه عايزين نشوف الحقيقه فين. مين اللي ما كانش في القاهره؟ ايوه ما في ناس، واحد زي حمدي راضي ده كان ما كانش موجود اصلا، ده كان في اسيوط. اوكي يعني في ناس ما كانتش موجوده، محمد فرج ده بتاع الخماسي ما كانش موجود اصلا، ده في البحيره. يعني اصلا في ناس ما كانتش موجوده. حضرتك كنت مع استاذ جمال علام؟ كنت مع استاذ جمال علام. طيب هو السؤال بقى، في اجتماع فني وفي حاله جدليه وتسريب محادثه، ليه سبت كل ده كابتن فاروق وكنت قاعد مع استاذ جمال علام؟ ده السؤال اللي ما اتسالكش لغايه دلوقتي. في وسط الاحداث دي كنت مجتمع مع الاستاذ جمال علام ليه؟ لان انا خلاص كنت خدت قرار همشي، انا بتناقش معاه بقى في المشاكل، فين اللجنه يا استاذ جمال؟ احنا كده لا انت عملت لي لجنه ولا الكلام ده كله، حتى هو عشان يمتص الكلام ده عين سعيد عبد الغفار واحنا قاعدين. طب هنضيف سعيد عبد الغفار،
فوجئنا بعدها ان سعيد ما نزلش حتى على ال... فكلمته تاني يا استاذ جمال انت، قال لا مش هنجيب حد تاني خلاص، ما انتوا بتقفلوها من كل ناحيه بقى خلاص بقى. احنا استحملنا وصلنا لاخر ما يعني عمالين نقول ماشي عشان التحكيم عشان العلاقات الكويسه عايزين نمشي الدنيا، لكن في الاخر حتى راحوا شايلينه. كلمت الكابتن عامر حسين قال لي ازاي، قلت له ده اتشال وما نزلش، قال لا انا اتواصل عشان يرجع تاني عشان يشيل حتى حمل من اللي احنا شايلينه. كنا عايزين احمد الجرح، عايزين احمد ساهر، الناس دي اشتغلت بجد، مش بنجامل حد والله، يعني احنا مش بنجامل حد، احنا عايزين ناس تشتغل للتحكيم المصري، مش زي ما قلت لك احنا لو هندور على مصلحتنا ما نلعب بالناس الكبيره وخلاص، لكن احنا اتحطينا في مواقف صعبه جدا. انا بقول لك انا اتعلمت من الموقف ده اللي انا جيت على نفسي او على حساب نفسي لصالح ناس ثانيه، ما كانش ينفع ان انا اعمل كده اصلا، لا كنت ادور على مصلحتي الشخصيه وخلص الموضوع على كده. لكن احنا عشان عندنا شويه من الحياء، شويه من الاحترام، من الادب في التعامل مع الناس، ده اللي وصلنا للمرحله دي. التعديل اللي حصل على اللجنه كابتن ناصر كان جزء من المشاكل اللي حصلت دي، بدخول وجه جديد او طرف جديد، عدم تعيين لجنه بالكامل، كل دي كانت اسباب ولا دخول وجه جديد سبب رئيسي في اللي حصل؟ هرد عليك السؤال كابتن محمد سيد، انت رئيس لجنه الحكام، هل المفروض ان انا افرض عليك حد؟ لا. ولا اول حاجه بسالك كابتن محمد انت محتاج مين؟ هو الراجل قال كده، انا محتاج سيد غفار، احمد ساهر، احمد الجرحي، مين تاني محمد؟ احمد ساهر واحمد الجرحي وسعيد تقريبا، سعيد ايمن اعتذر، وأيمن انا اتكلمت مع ايمن ساهر اعتذر. هو طلب المفروض النهارده لما اجيب حد، لا لازم اروح له كابتن محمد، اسال محمد ذات نفسه. طبعا هو الراجل كان موجود وجاله اثنين، زي ما قلت لك المشكله كان مفيش تفاهم ما بين محمد والناس اللي دخلت لك الحكام. هروح لنقطه مهمه جدا وهو الاجتماع الفني او التحليل الفني في الجوله الاولى. الجوله الاولى انا اسمع لي اختلف معاك وانا بحبك ايضا، الاجتماع الفني وتحليل الجوله الاولى ده تحليل، اليوم ده يوم بقول عليه ليه قدسيه، صح كده؟ برافو عليك، قدسيه. يعني ايه يا كابتن؟ يعني انا كحكم موجود في التحليل الفني لما بشوف ان محمد صور رئيس لجنه الحكام مش موجود، لا يا كابتن الدنيا بتتفك. التحليل الفني ده بيبقى فيه ايه؟ رئيس لجنه الحكام موجود، لجنه الحكام الفنيه واللجنه الاداريه كلها موجود، كل الاخطاء ليه؟ بيترتب على كل اللي انا بعمله ده الجوله اللي جايه، مش الجوله دي، الجوله دي خلاص خلصت بمشاكلها. ده شغلنا دوت في الجوله التحليليه اللي هي كان المفروض محمد يروحها وما راحهاش لاي سبب، كان محمد كنت ممكن تاجل اجتماعك مع جمال علام، ولكن التحليل الفني يعني دي حاجه قدسيه، الحكام لازم كلها تبقى عارفه اللجنه كلها موجوده وفي اهتمام، وبعدين كل الشغل بيتعمل في الجوله الاولى ده بيروح للجوله اللي جايه بقى يا كابتن محمد، لو كان في حالات مفيش فيها توحيد قرارات، في عدم انضباط، في الجوله اللي بعديها بيشتغلوا الحكام على هذا الشغل. فانا بعت هي الجوله اللي هو على فكرة عدم وجوده التحليل، ما كانش تحليل كل الماتشات، التحليل كان معمول اصلا عشان المباراه دي بتاعت الزمالك والبنك الاهلي بس الأهل. كده يعني اجتماع الفني هو الهدف من اول ماتش ده، كلهم موجودين وكله هيتكلم، بس هو كل الموضوع كان في الماتش ده، يعني اجتماع الفني هو اتعمل ماتش الزمالك والبنك الاهلي حد اللي هو يعني الاجتماع الفني اتعمل عشان لا استنى يا كابتن، لا 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 بعد اذنك، لا التحليل الفني تناول بعض الحالات يا كابتن محمد الجدليه اللي في بعض الماتشات. لا بس كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه اصلا عشان كده يا كابتن ناصر، لحظه كابتن فاروق بيقول معلومه مهمه، قال لك الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد في الفندق في مدينه نصر وفي القاعه المخصصه للاتحاد الافريقي كمان بالمناسبه كان اجتماع معمول عشان مناقشه حالات مباراه الزمالك والبنك الاهلي بس بالنسبه، لا مش بس، لا لا هو كانت موجوده في حالات ثانيه يعني. بس هو ده كان الاساس، ده كان الاساس، ده كان الاساس. طب ده كان قدام الحكام ولا كان ايه؟ كان قدام الحكام المناقشه دي كانت قدام الحكام ولا كانت في غرفه لا كانت قدام الحكام في بعض الحالات ومع الحكام في توقيت ثاني، مزيج ما بين كده وكده. طيب مزيج ما بين كده وكده، الحاله الجدليه اللي حصل فيها فكره تسريب المحادثه ومش المحادثه والكلام ده اتقال يوم السبت قبل الاجتماع الفني اللي اتعمل يوم الاحد، وجهه نظرك كابتن فاروق يعني تسريب المحادثه والاجتماع الفني يوم الاحد، هل مش كان من الافضل انك تتواجد يوم الاحد عشان تعرف ملابسات الموضوع كله؟ لا ما هو خلي بالك كان كلام لسه، ما كانش في حاجه اتعرضت، كان تمام. مجرد كلام في البتاع، ما كانش في حاجه رسمي لسه. وحتى لو كلام بالنسبه لكم هقول لك بس يا كابتن، حتى لما تيجي تمشي رسمي على التحيه اللي اتعمل عمله جمال صدري وخد بعض الناس اللي هي وصلت لهم الفلاشه او اللي هم كانوا مطويين بهذا الموضوع ده، يبرئ لجنه الحكام تماما خالص، لان اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد. هو في الاخر في تحيات نيابه هي اللي هتقول مين اللي بريء، اللجنه استلمت الكلام ده يوم الاحد الساعه الاحد الساعه 3:30 تمام، الكلام ده اتقال من يوم السبت. يعني اللي حصل ده حصل ما بين نهايه المباراه لغايه قبل ما يسلم للجنه الحكام، يتسلم الهارد، الهارد اتسلم يوم الاحد 3:30 لمسؤول تقنيه الفار 3:30 تمام. لكن اتقال الكلام ده امتى؟ يوم السبت. يوم السبت اصلا ما كانتش وصلت لنا حاجه. فانت على الورق ما فيش، لا الشغل كله او الموضوع كله اتعمل في التوقيت ده من نهايه المباراه
لغايه قبل ما يوصل الهارد لجنه الحكام. لكن انت رسمي على الورق، لا لجنه الحكام ما استلمتش غير الساعه 3:30. ليه اللجنه تم اقالتها؟ ما انا ده اللي انا بسال، انا عايز سؤال الاستاذ جمال علام، سؤال للمسؤولين. يا جماعه لو في حاجه غلط لازم نطلع نقول مين الغلطان، والا الموضوع هينام. طب ليه ناس في اللجنه ساكتين ما بيردوش؟ مين اللي يرد؟ يعني كابتن فاروق طلع، في ناس في اللجنه ما بيردوش، الناس التانية هترد تقول يا كابتن. طب ما هو تم اقالتهم. ما الناس 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 الموجوده ناس طيبه جدا، مش هتتكلم في حاجه. لكن انا بقول لك دلوقتي وسؤالي للمسؤولين في البلد في الاجهزه. خلينا على الاتحاد. احنا دلوقتي في مشكله واحنا عايزين نعرف مين سبب المشكله، لكن الموضوع كده هيمشي؟ لا، ده انت من حقك انت كلجنه ده انت ترفع ده اتحاد الكوره. رد شرف واعتبار للناس، للجنه كلها، باللجنه كلها، لان احنا نعرف الحقيقه فين. احنا قدمنا من 2000 من ساعه الفار ما دخل 2019 ما حصلش حاجه زي كده. وكانت عندنا مشاكل اقوى من كده بكتير. دي اول مره تحصل، دي اول مره تحصل في المنظومه اللي انتوا اشتغلتوا فيها من 2019. من 2019 عمرها ما حصلت. فلازم دلوقتي يا جماعه الموضوع لازم يبان له نتيجه، لكن الموضوع هيمشي وينام وناس تتدخل عشان الموضوع يخلص ويخلص، لا، يبقى دي مش رياضه ودي مش كوره، وتوقع بقى المزيد بعد كده. اذا حضرتك ما كنتش موجود، كابتن سيد مراد استلم الهارد يوم الاحد، وبالتالي محتاجين نعرف التفاصيل اكتر في الفتره اللي جايه. اكيد طبعا. طيب القائمه الدوليه يا كابتن نصر، معلوماتي ان القائمه الدوليه لغايه دلوقتي الاتحاد الدولي لم يعتمدها، وكان بعت ايميل لاتحاد الكوره عايز يفهم ايه اللي حصل في القائمه الدوليه. بمعلوماتك واحنا النهارده بنتكلم في 21 نوفمبر، القائمه الدوليه المفروض تتحسم خلال قد ايه؟ كابتن اللي بيحصل انك انت كاتحاد اهلي بتبعت القائمه الدوليه في ميعادها خالص. عايز اقول ان مفيش مشكله حصلت قبل كده على مدار السنين دي كلها محمد، ان القائمه الدوليه راحت وكان فيها مشاكل باستثناء السنه اللي فاتت. لما القائمه الدوليه النهارده يحصل فيها مشكله، وانا هسال محمد سؤال مهم بتسمح لي بس يعني اخد مكانك. السؤال محمد، القائمه الدوليه اتعملت اختياراتها مرتين. ده مرتين قدام الراي العام. مرتين. هل من المعقول كلجنه حكام، انا كلجنه حكام قائمة دولية مصر، ومصر دولة كبيرة قوي قوي قوي، وانتوا كان عندكم فرصة تقعدوا مع بعض كلجنة، احنا قعدنا يا كابتن، وتحطوا نقط في الحقوق وتختاروا الحكام، هل من المعقول تتعمل قائمة في يوم وتيجي انت من معسكر ابو قير في الصبح بتيجي عشان تغير وتقول لي ده شغل تحكيم؟ لا، انت بتقول لي قائمتين وانت تعرف بعد كده اصلا ايه اللي حصل؟ لا احكي لنا انت اللي حصل. ما انا ما اعرفش، يبقى انا بعد كده البتاع السيستم مفتوح. احكي لنا اللي حصل في الاول حتى. السيستم مفتوح. ابدا من الاول. ابدا من الاول. الكشف الطبي، كابتن فاروق اصر ان الحكام تعمل كشف طبي ايا كان فكره الاعمار السنيه، وكله عمل كشف طبي. طبعا. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بعد ما خلصوا احنا قعدنا وعملنا قائمه. اوكي، احنا مين؟ اللجنه مع مجلس اداره الاتحاد. اوكي، واعتمدت القائمه. لا، انت قعدت الاول كابتن محمد مع لجنتك الاول قبل ما تقعد مع الاتحاد. مع لجنتي. اخترت الحكام بس عشان نكون واضحين، الاول قعدت انت ولجنتك عشان تختاروا الحكام الساحه والفار وهكذا. تمام. ده قبل ما تنزل. اتفضل يا كابتن فاروق. قعدنا واعتمدنا القائمه وخلص الموضوع. فوجئنا القائمه اتغيرت. مين اللي غيرها؟ اتحاد الكوره. الاتحاد. اتحاد الكوره طبعا. بناء على ايه طيب؟ بناء على اللي قاعد معاهم. حد في اللجنه ولا من بره اللجنه؟ لا، من اللجنه طبعا. حد من اللجنه؟ طبعا. يعني حد كان معاك في اللجنه اتفق معاكوا على التشكيل القائمه الدوليه بالشكل ده؟ طبعا. وبعد ما تم ارسالها خرج من وراكوا وقعد مع الاتحاد وعدل فيها. بس انا حمل الاتحاد، ما حملش الشخص. بس انا بتكلم على الاتحاد والمسؤول. انا بتكلم على مجريات الاحداث. ده اللي حصل. ده اللي حصل. وبعدين؟ وبعد كده رجعنا تاني عشان نتكلم عن الناس الكبيره اللي هي تكون موجوده كحق من حقوقها. احنا مالناش مالناش مصلحه مع حد. طب فدخلت وعدلت. وتعدل فيها. ايه اللي حصل تاني بعد كده؟ انا ما اعرفش. هو التعديل كان في ايه وازاي؟ كان في محمد عادل فقط. فقط. والمساعدين سامي هلهل وهنا فتاح. طب انا سمعت كمان ان محمود ابو الرجال اتشال من قائمه الفار. لا، انا مش هتكلم على التفاصيل دلوقتي لان انا معايا الورق، ودي هتبقى حلقه كامله جدا هتكلم فيها. محتفظ بالتفاصيل. طبعا دي. طبعا بالورق بكل حاجه، فاعفيني اللي انا لغايه ما تيجي من الاتحاد الدولي عشان يبقى لنا رد على القائمه اللي جايه من الاتحاد الدولي. انت عرفت الاتحاد الدولي بعت ايميل لاتحاد الكوره بيسأله؟ طبعا. لما جالكوا الايميل شفتوا ايه رايك؟ يا ما جالنا الايميل ايه؟ لا، جالكم ايميل من الفيفا، كان تعليقك ايه وقتها؟ او اللجنه ردت قالت ايه؟ اللجنه ردت بتقول ان لو في حكام كبار فدول خبرات، لو في حكام صغيرين فاحنا عايزين ندي فرصه، مصر بلد كبيره ومن حقنا ان احنا القائمه بتاعتنا تبقى كبيره. انتوا حطيتوا زياده عن الحد الاقصى؟ في بعض زيادات وده اللي عمل بلبله شويه بالنسبه بس عادي، مش بلبله ولا حاجه، ما كل سنه ساعات بيحصل كده. يعني في السنين اللي فاتت كان بيتحط 8 و9، الكلام ده كله بيتحط يعني، مش جديده يعني. مش جديده؟ لا لا، مش جديده. لا طيب لما بعته للفيفا كابتن ناصر، وبعته للفيفا، الفيفا ما ردش لغايه دلوقتي. حسب معلوماتي الفيفا ما ردش. اقول لك على حاجه، ومعلوماتي ان تم ارسال القائمه للاتحاد الافريقي، وهيحط القائمه الدوليه بناء على تقييمات الكاف للحكام في الفتره الاخيره. اسمح لي. اتفضل. طيب انا بس بسال محمد، مجدي رزق هو راجل مسؤول حكام الفار،
ليه تم استبعاده من لجنة الحكام؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل مجدي رزق هو سبب عدم اعتماد القائمة الدولية؟ لأن هو بعت خاطب الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الدولي، وده طبعا على عهدة لجنة الحكام، قالت إن مجدي رزق خاطب الاتحاد الدولي الاتحاد الأفريقي من وراء لجنة الحكام، وبالتالي تم استبعاده من لجنة الحكام. هل مجدي رزق تم استبعاده عشان هو قال الكلام الصح يا محمد؟ ولا كانت ايه مشكله مجدي رزق؟ ان هو شفنا ان هو تم استبعاده حتى في المعسكرات الاولانيه في ابو قير ما حضرش خالص، والمعسكر تم بدون مسؤول الفار. لا مش استبعادك، بص مجدي رزق اولا هو حد محاضر بتكلم بمنتهى الامانه على درجه عاليه جدا، وحد خدم التحكيم المصري واشتغل بكل امانه. لكن اللي حصل في الفتره بتاعه القايمه ان الكابتن مجدي، وانا الكلام ده ممكن هو يزعله بس انا بقول اللي حصل، ان هو رايه كان بيتغير كل ساعه. يعني نتصل بيه نقول له كذا يقول لا الاتحاد الافريقي انا كلمته قال كذا، نتصل بيه بعدها شويه نلاقي عكس الكلام، فاحنا مش عارفين اصلا هي فين الحقيقه فين اصلا. فدي كانت عملت مشكله، لكن هو على المستوى الشخصي لا، الراجل شغال بمنتهى الامانه بمنتهى الثقه في شغله، ما عندوش غبار في الكلام ده كله. فدي اللي عملت المشكله، ان هو بدا يبعت جواب وبعد كده نيجي نكلمه بيقول عكس الجواب. بعت جواب ازاي؟ يعني عشان بس الناس تفهم التفاصيل. بعت جواب لاتحاد الكوره بيقول واحد مش عايزين نقول تفاصيل بس. هو مش بعت جواب، هو بعت جواب لا لا بعت على بعد ما بعت جواب الاتحاد الافريقي، هو بعت للاتحاد المصري. تمام. قال له 1 2 3 4 بالنسبه لحكام الفار دول عامه بقى اللي هو ذكر فيه. فلما جينا انا قبل ما اروح للاستاذ جمال علام وانا جاي، انا عملت له فويس وقلت له يا استاذ جمال علام انا جاي للاتحاد دلوقتي وفي قائمه دوليه، عايزين واحد نتقي ربنا في كل حاجه نعملها عشان ربنا يحاسبنا عليها، ثانيا نحط اسم مصر ونشتغل على الكلام ده كله، وانت تتواصل مع، لان كانت عامله مشكله الفار مع الكابتن مجدي رزق كواحد مسؤول وعنده خبرات وعلى اتصال بالاتحاد الافريقي وتسمعه عشان كل نقطه تتحط على الحروف. وبعت له كل حاجه معايا وبعت له الفويس ده. لما جينا فعلا الاستاذ جمال علام الراجل راح متصل بالكابتن مجدي رزق واحنا قاعدين، قال عكس الكلام خالص اللي هو كان كاتبه. فالقصه هي دخلت في كده بس هي الفكره عشان اوضحها للناس برضو، كابتن مجدي رزق هو مسؤول تقنيه الفار في لجنه الحكام، كان ليه رؤيه ان طبقا لشروط الفيفا في حكام لا تنطبق عليهم الشروط ويتحطوا في لسته الفار، وبالتالي كان بيستبعده. طبعا وجود بعض اعضاء اللجنه موجودين وابنائهم بيحكموا ده عمل مشكله وعمل ازمه. بامانه يا كابتن فاروق، وجود ابناء الحكام واعضاء اللجنه موجودين في نفس التوقيت، يعني العلاقه اللي موجوده ابناء العاملين زي ما بيقولوا، ده كان سبب ازمه في عمل لجنه الحكام؟ لا يا كابتن، عايز اقول لك على حاجه. قصدي كان قرار التاسيس ان طوال فتره تحكيم حكام ووالد الكابتن كذا او والد الكابتن كذا موجود في اللجنه، لا مش موجود في اللجنه وفي اللجنه وبره اللجنه. يعني عايز اقول لك مثلا كابتن احمد الشناوي لا يتدخل خالص في كابتن عزب حتى لو ابنه، كابتن نصر عباس ما ابنه من احسن الحكام الموجوده في المحترفين، ما عمره اتصل قال مثلا ماتش ولا الكلام ده كله عشان بس ما نزوجش باسماء اولياء الحكام. لا ده ما اثرش في اي حاجه خالص، لان احنا كنا بنشوف القرار من صاحب القرار الموجود بتاع الفار. لو قال هنا هنمشي معاه، لو قال هنا هنمشي معاه. الراجل يعني ان كابتن مجدي رزق بعت ايميل للكاف، ده كان سبب رئيسي في تغييره. ده كان سبب رئيسي اللي غير واللي عمل الاستاذ جمال علام. الاستاذ جمال علام هو اللي غير. يعني هو حتى قبلها بيوم هو كان مصمم ان مفيش تغييرات، هم موجودين، هو تاني يوم غير كابتن مجدي رزق. فيسال عن هذا الكلام برضه. انت طبقت الشروط يا كابتن نصر؟ الشروط اتطبقت فعلا في القائمه الدوليه؟ هو ده الكلام بقى يا كابتن محمد. مش عندي كابتن فاروق، انا عندي لائحه وشروط الفيفا في تعيين حكام الفار. انت عندك شروط واضحه جدا جدا. ومجدي رزق لما قعد مع حضرتك وقعد مع اللجنه قال يا جماعه الشروط 1 2 3 ان عشان انا يتم ترشيحي في قائمه الفار لابد ان انا اكون بلعب ملعب على الاقل سنتين يا كابتن محمد. ودي الشروط الموجوده في الاتحاد الدولي. ومجدي اشتغل بالشكل ده يا كابتن محمد. واتفقوا ان في ناس لا تنطبق عليها الشروط، وبالتالي هو الراجل قال رايه الفني. خلي بالك فيه عشان توضيح لمجدي، هو مش موجود. مجدي لما سئل ما سالش صراحه مين اللي موجود ومين اللي مش موجود. هم قالوا له ايه؟ قالوا له هل محمد عادل وامين عمر لو ما دخلوش قائمه الفار يؤثر عليهم في كاس العالم 2026؟ ده السؤال اللي اتسال مجدي. قال لهم لا، ما اتسالش مجدي في انت حاطط مين ومش حاطط مين. لا يا كابتن، لا 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 انا ما كنت موجود يا كابتن. لا واتسال على الناس اللي هي بتنتقد، هي ما كنتش موجوده. قال لا من حقهم يكونوا موجودين، ما فيش الكلام ده خالص، ودول حكام صغار السن ودول مستقبل التحكيم في مصر يكونوا موجودين.
الكلام اتغير يا كابتن محمد، لان انا بقول لك الكلام اللي اتقال من الحكام الدوليين. أنا وعايز اقول لك على حاجه، مع في ناس كان في الاتحاد الافريقي مع الكابتن مجدي رزق في الفندق واتكلموا وقالوا نفس كلام الكابتن مجدي، قالوا لا الكلام ده مش موجود، والحكام الصغار السن دول يكونوا موجودين ومفيش حاجه اسمها ياخد رخصه ولا الكلام ده كله. كلام من الاتحاد الافريقي كانوا موجودين، رغم ان المسؤولين بتوع الاتحاد الافريقي عملوا ده في اتحادات بلدهم على فكره. ده انا بقول لك، ده انا بقول لك بمنتهى الامانه، في المغرب وفي تونس وفي الجزائر اللي هم بيقولوا ما ينفعش هم عملوه في اتحادات بلدهم، فمش شرط تاخد المعلومه وكانها ثقه، لان برضه انت داخل في منافسه معاهم على التاهل لكاس العالم. بلاش كده يا كابتن محمد. سؤال يا كابتن محمد، عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه، خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، اللي عايز يروح كاس عالم هيروح كاس عالم، اللي وراه اتحاد قوي هيروح كاس عالم، سيبك بقى من فار ورخصه ولا الكلام ده كله، اصلا والكابتن ناصر حكم كبير وعارف الكلام ده كله، اتحاد كره قوي ورا حكم بتاعه هيروح، وحكم واثنين. طب انت شايف الاتحاد بظروفه دي مش هيبقى قوي في ان الحكم يروح كاس عالم؟ هو فين الاتحاد دلوقتي؟ اه هو موجود الاتحاد دلوقتي؟ لو كانت الظروف استمرت بالشكل ده يعني كان صعب ان هو يوفر حكامه تروح كاس عالم؟ صعب طبعا، صعب صعب. كابتن محمد، يا كابتن محمد، احنا عارفين كويس قوي ان الاتحادات بتقف مع حكامها، ولكن انا اعمل الصح، انا كلام الحكام اعمل الصح، انا عندي شروط ترشيح يا كابتن محمد. انا اشتغل صح واحط الحكام اللي تستحق، وبعدين اقول الاتحاد يوقف وما يوقفش، انما ما اشتغلش خلاص اقول الشروط انت بتقول عليها دي مش هيقف. لا الشروط اللي انت بتقول عليها جت شروط بنفس الكلام بتتنافى مع نفس الكلام ده برضه، نفس الشروط دي بالعكس. طب ما تيجي نبص اللي جانا حكام شمال افريقيا كده. انا ماليش دعوه بالمعسكر، بص ان المعسكر الفار اللي تم فيه ارسال الحكام في معسكر الفار، حكام هم يحملوا الشاره الدوليه واشاره الفار. طب انا هقول لك على حاجه يا كابتن ناصر، طيب ليه ما خدوش؟ طب ماشي، طب حمزه الفارق موجود، كل الناس دي بصفر. طب ما خدوا حسام عزب حجاج في كاس الامم. لا كان معسكر تقدير كده. ماشي، هقول لك ليه، لان هو طالع الاول عليهم في الاختبارات، في التصنيف، في التصنيف بتاع في اللي كانوا موجودين هنا، اللي ما حدش يعرفه. في ناس تانية بتقول الكابتن وائل فرحان هو اللي تصنيفه اول. لا ما اعرفش وائل ايه بالظبط، بس انا بقول لك حسام واخد تصنيف عالي جدا جدا. ده الكلام ده معلومه ولا حد قال لك؟ لا 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 معلومه. معلومه؟ اه يعني ده ممكن اخدها تصريح على لسان رئيس لجنه الحكام السابق. اه موجود الكابتن، واخد اعلى الدرجات. كان تصنيفه رقم واحد. لا واخد اعلى الدرجات يعني في التصنيف الاعلى. اه بزايين اللي هم. طب خدوه ليه؟ لا الاختيارات ساعات بتبقى مش امور فنيه بنسبه 100%. طب احنا بتبقى في كده وفي كده. طب ما مش شرط. طب احنا لسه بنقول هيروح كاس العالم، مش ما نفس المنطق انت بتتكلم عليه بقى. لو انت عايز هتودي مثلا كابتن محمد سعيد كاس العالم، هيروح كاس العالم، حط له معاييره وبعد كده اسند. هي كابتن بعد اذنك، هي اولا دي قايمه تحضيريه مش اساسيه، بس هنرجع لموضوع القايمه الدوليه. ولسه عندي مفاجات ثانيه في بعض الاسئله، لان اكيد في ملفات برضه عايزين نتكلم فيها، بس نطلع لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه الحوار مستمر، ولسه عندي مفاجآت اكيد هنتكلم عليها، لان النهارده اكيد ضيفنا ضيف استثنائي، وكمان بوجود الكابتن ناصر عباس بنستفيد كمان في الامور التحكيميه عشان نعرف الامور ماشيه ازاي، كانت ماشيه في الطريق الايجابي ولا زي ما انتم شايفين في اتجاه سلبي كان هيأثر على المنظومه بشكل كبير. لكن كابتن فرح هروح لك على نقطه مهمه جدا، والموضوع ده تم اثارته في الاعلام الفتره الاخيره. فجاه وانتم موجودين في السوبر المصري في الامارات، جه ايميل من الاتحاد الاردني كان عايز طاقم تحكيم مصري بقياده الكابتن محمد عادل، وترد رد سلبي على لجنه الحكام في الاردن. كان عندك معلومه بالايميل بالتفاصيل ولا اتفاجئت بيها؟ لا 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 كان عندي ايميل بالتفاصيل، بس خلي بالك عشان احنا الاتحاد الاردني ده انا اتعاملت معاه السنه اللي فاتت واللي قبلها. تمام. والاتحاد التونسي. انا وجهه نظري انت ما تبعتليش تقول لي انا عايز سين وصاد، انت تبعت لي لجنه الحكام تقول لي انا عايز طاقم على قدر كبير من المسؤوليه، انا ودي الطاقم ده. بس ساعات كان الاتحاد المصري بيطلب حكام في اوروبا. ما بيطلبش بالاسم يا كابتن. كان ايام محمد حسام الدين الله يرحمه كان بيقول لك انا طلبت من ايطاليا الطاقم الفلاني. انت كنت بتطلب الاهلي والزمالك والكلام ده كله، ماتش كبير اصلا. ما هو هناك ديربي كبير في الاردن. لا هناك، لا ده مش كل ماتش. طب ماشي ديربي كبير، اللي بعده بتبقى فيه ماتشات هبوط. نفس الكلام، هات لي سين وصاد، نفس الكلام. لا انت كاتحاد ما تجيبليش، وبعدين في نفس الوقت ما انت ما تطلبش مني مثلا محمد عادل ولا هيلعبوا في الدوري الممتاز عندي. هو انا هبوظ الدوري الممتاز عندي بحكامي اطلع امين ومحمد عادل ومحمد معروف وهم يلعبوا هناك، وانا ماليش حد مثلا هنا يلعب الماتشات الصعبه والماتشات الكبيره. فكان ليها خيارين، كان ليها مشكلتين. أيوة. عندي الحاجه الاولى انك انت ما تفرضش عليا تقول العب مين، انت قول لي طقم كبير وانا هحط طقم كبير وعندي حكام كبيره. اثنين، انا عندي دوري هيبدا، فمش معقول دوري هيبدا اول اسبوع وانا اطلع حكامي تلعب. فدي اللي عملت المشكله بصرف النظر عن اي حاجه. كان مين البزيل اللي انتوا فكرتوا فيه؟ لا احنا بعتنا له هناك، قلنا له قول لنا احنا نعين طقم، هو رفض اصلا. لا رفض خلاص، يا تجيب ده مش هجيب لي الطقم ده، مش هنجيب مش هناخد طقم بتاع حكام مصريين اكيد. فطبعا احنا مش هنشتغل من خلال لجان يعني تدينا تعليمات، لا
انت تقول لي وانا هودي. وبعدين انا كنت بدي بعمل ايه قبل كده؟ يعني كنت بودي مثلا مساعد محلي يروح في ماتش دولي ياخد خبرات، حد مثلا قد يكون ما 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 مش موجود في القائمه الدوليه يروح ماتش زي كده يكتسب خبرات. لكن انت بتفرض عليا تقول لي الثلاثه والرابع دولي كمان، ما ينفعش. طيب كابتن ناصر، ومش الطبيعي ان انت كاتحاد بيطلب منك يختار حكام بالاسم اللي هو عايز حكام كبيره تنجح المباراه اللي عنده؟ عندنا نقطتين مهمة جدا. النقطة الأولى، أنا من حقي كدولة ببعت للاتحاد المصري، وده يعتبر إنجاز لحكام مصريين إن هم يمثلوا الدوريات الأخرى كابتن محمد، ودي حاجة لابد إن أنا أقف عندها شوية وأبص ليها كويس قوي قوي، إن حكامي طالعة في الأردن وفي تونس وفي السعودية بتلعب. ليه؟ ده مردود بيعود على التحكيم المصري دوليا. دي نمرة واحد. حتى محمد ان انا ما عنديش حكام تحكم في دوري مصر، لا مش ما عنديش يا كابتن. انا بتكلم بعض الماتشات الصعبه اللي بيحكمها حكام دوليين كبار. فرصة انا النهارده عندي هي كانت الجوله الاولى على فكره بالظبط، كان لسه الدوري هيبدا، عندي 36 حكم. محمد عادل لما يطلع مش هيفرق قوي لو انا هعينه في الجوله الاولى، ممكن اعينه الجوله الثانيه او الثالثه، مش هيفرق معايا. ولكن يفرق معايا انك لجنه حكام، انا من حقي كدوله اطلب طاقم التحكيم، وما تقوليش ابعت حكم مساعد وحكم، لا، ان ده ديربي في الاردن. فلما يطلع طاقم تحكيم مش عيب ان انا بطلب محمد سعيد ونصر عباس ومحمد فاروق، يا جماعه انا عاوز انجح المسابقه عندي بالظبط. يبقى انا المفروض ان انا اكون في مرونه شويه في التعامل مع الاتحادات الاهليه، خاصه واحنا بنطلع حكامنا بره. ده شرف للحكام والتحكيم المصري في الاتحاد الافريقي ايضا، مردود كبير الاتحاد الدولي. حكامنا بتطلع بره مش بس في الدوري المحلي، لا، تونس والمغرب والجزائر، وده اللي احنا عاوزينه كابتن. انا اتذكر سيكازوي رئيس لجنه الحكام في زامبيا حاليا طلب الكابتن امين عمر بالاسم، واللجنه وافقت بالظبط كده. ماشي يا كابتن، ما انت انا ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله لما تطلب حكم عندي بالاسم، ماشي، لكن انت ما تاخدهاش خلاص بكل كل اسبوع تبعت لي طاقم. بكل امانه هو كابتن فاروق، بكل امانه، هل المشاكل اللي كانت موجوده في اللجنه ما بين احد اعضاء اللجنه مع الكابتن عادل كان جزء من فكره الرفض؟ لان قبل كده طلب من اللجنه امين عمر يدير مباراه في زامبيا وسافر. صح؟ تمام. الماتش بتاع امين عمر فاكره. طيب يبقى المعيار نفسه موجود. بص يا كابتن، ممكن تكون المشكله موجوده لكن مش هي الاساس. بكلمك بمنتهى الامانه، بس موجوده. موجوده طبعا، موجوده بس مش هي الاساس، عشان برضو ما نقولش للراجل. ما انا مش هاجي على الكابتن فاروق اقول للكابتن فاروق السبب، بس ممكن في مجموعه معاك يقول لك لا بلاش، محدش هيطلب، محدش كذا، رغم ان قبل كده الطلب والناس وافقت. لان احنا كنا متمسكين بمحمد عادل يلعب اول اسبوع. طب اختيار عادل في اول اسبوع ما كانش معاك في المعسكر؟ لا، محمد عادل ما كانش معانا في المعسكر لان كان عنده شغل، وجيت تاني يوم سمع التعديلات والبتاع زيه زي الناس اللي قاعده في المعسكر كله، كان كله تعديلات جديده. حضر تاني يوم وسمع كل الكلام ده، وانا تواصلت مع محمد عادل شخصيا اطمن عليه نفسيا وكل حاجه، قال لي انا جاهز وما عنديش اي مشكله خالص. وحكم كبير. طيب كابتن نصر، طيب سؤال محمد، انت حضرت محمد عادل، حضرته بدنيا وذهنيا ونفسيا عشان يلعب اول جوله؟ لا، ما حضرتوش نفسيا. نفسيا هو حضر قد ايه يا كابتن فاروق؟ ايه ده؟ وهو المعسكر قعد يومين ثلاثة مثلا ولا حضر؟ حضرش اصلا محمد عادل، حضرش عمل التعديلات الجديدة، حضرها في اتحاد الكورة هو وبعض اربع حكام او خمسة. لا، انا بتكلم على معسكر ابو قير الاعداد للدوري. هو ما جاش اصلا معسكر، ما جاش اصلا لان كان عنده شغل تحضيري لمباراة الاهلي والعين. طيب يعني معسكر الاعداد ما كانش موجود فيه. طب ما انا ارد بقى. اتفضل يا كابتن. كابتن محمد عادل، اولا ما كانش جاهز بدنيا ولا نفسيا ولا ذهنيا ولا حاجة خالص. ليه؟ اولا موضوع القائمة الدولية وان هو يتشال ويجي ويتحط، ادي واحد. نمرة اثنين، موضوع ان هو المعسكر الاول في كل الحكام الدوليين، حكام ومساعدين، هو لما يبلغ بالمعسكر الاول. وامين عمر ما راحش المعسكر الاول. اكمل بقى بعد اذنك. المباريات التحضيريه في الجوله الاولى للمحترفين كل الحكام دول خدت. رندور خد، امين عمر خد، حمود البنا خد. هتقول لي كان عندهم خدوا وكان رايح السوبر. الوحيد اللي ما خدش المباراه هو طلب على فكره ان انا العب مباراه في دوري المحترفين احضر نفسي فيها، ما خدش مباراه. تيجي مشكله مباراه الاردن وتم تعيينه بالاسم، ما راحش. كل هذه الظروف يا كابتن، ما حضرش المعسكر بتاع ابو قير، يعني ما حضرش تعديلات، ما حضرش قله اتقال. في الاخر خالص احطه في الجوله الاولى، انا كلاجنه الحكام انا مخطئ، ما ينفعش. حتى لو الحكم طلب ان هو يلعب اقول له ستوب، انت مش جاهز اصلا. ده انت قعدت يوم كامل في اتحاد الكوره من الساعه 2 ل 11 بالليل عشان موضوع القائمه الدوليه مع محمد فاروق، او ل 8 بالليل. مين قال كده يا كابتن؟ قاعد من الساعه كام للساعه كام؟ من الساعه 2 للساعه 5 يا كابتن. ماشي، في سرعات بقى. ايه بقى؟ سرعات يا انا كابتن موجود. عايز اقول لك على حاجه، انا مش موجود ودية. بيقول المحترفين ما لعبش. محمد عادل تواصل، كان في ماتش ودي بيتلعب فرقه في الدوري الممتاز عامله ماتش ودي، استاذني ان هو محتاج يلعب قبل الماتش الودي. محمد قبل الماتش الودي هو خد في المحترفين يا كابتن؟ ما كانش في ماتشات ساعتها. ازاي كابتن؟ هم كنا بندي للناس اللي مسافره. ايوه، ما انا مش هدي برضو المحترفين. كابتن انت عندك 9 ماتشات في الدوري. طب انا اقول لك على حاجه، بنزل اثنين بس يا كابتن. طب ما الجوله اللي فاتت المحترفين، سؤال، الجوله اللي فاتت المحترفين
وده شغلك انت. كلهم حكام في الدوري الممتاز. طب وده هم فين صح 36 حكم بتوع دوري المحترفين؟ هاخد بقى سؤالك انت كده واقول له وانقله كده للكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي انا بحبه وبحترمه وبقول للكابتن ياسر لازم تديله الفرصه، حد كويس جدا. بقول له يا كابتن ياسر في 36 حكم في دوري المحترفين، احنا لغايه دلوقتي ما بنشوفش حد، كلهم بتاع الدوري الممتاز، ما ينفعش، لازم الناس دي تلعب، ده الصف الثاني بتاعك في الدوري الممتاز. والكابتن ياسر على درايه بالكلام ده كله، وانا واثق ان هو يعني هتلعب الحكام في دوري المحترفين. ما ينفعش نضيع ذخيره كبيره جدا من الحكام. لاعب الدوري الممتاز بس بعض الماتشات زي ما كنا بنعمل 10 ماتشات يلعبوا منهم حكمين. انت قصدك ان كل حكام الدوري الممتاز نزلوا لدوري المحترفين؟ في ناس نزلت القسم الثاني كمان الممتاز بيه. القسم الثاني كمان؟ في ناس حكمت في الممتاز بيه. طب من وجهه نظرك هو من وجهه نظره هو عايز يبدا بدايه جيده، مش عايز مشاكل كتير. لا هو وجهه نظره ان هم ياخدوا فورمه الماتشات عشان الدوري الممتاز، انا ما عنديش مشكله، بس يبقى في نسبه وتناسب، لان في دوري الممتاز ده في حكام صاعده عايزه تلعب، في المحترفين لما 36 يلعب منهم واحد ولا اثنين، طب هيلعبوا امتى؟ فهنحتاج الدوري الممتاز ده في المراحل المتاخره في الدوري، بتقدر تحطه في مثلا ماتش صعود ماتش هبوط. لكن احنا لسه في الاسبوع السادس ولا الاسبوع السابع، وانا بدور اكتر واحد لعب كام، لعب ماتشين. طب محمد انت الداتا بتاعه الحكام سلمتها للكابتن ياسر بتقييمات المقيمين؟ سؤال بس ده مهم عشان بس ما نظلمش ياسر. لا انا ما بظلموش، بالعكس ده انا مع الكابتن ياسر قبل وقالبا عشان اشتغل على لازم يكون الداتا عندي مظبوطه. انا كرئيس لجنه لو مش عندي داتا كابتن محمد مش عارف اشتغل. لا الداتا كلها موجوده مع الدكتور عزب حجاج، خاصه ب 36 حكم موجوده، صفاره و44 حكم موجوده مع الكابتن فريد. لا ما انا بقول النهارده رئيس لجنه الحكام يا كابتن. انا النهارده محمد انت رئيس لجنه الحكام سبعه، حتى لو انت مشيت في ظروف صعبه انا ممكن تليفون كابتن ياسر انا عندي 36 حكم صفاره من فضلك، تقييماتهم موجوده، المقيمين مقيمون كويس، عندي حكام كان منهم 8 او 10 حكام هيخشوا في معسكر بار يلعبوا في دوري ممتاز، من فضلك خلي بالك منهم، وعندي 44 حكم سد، ده دورك كابتن. الكلام ده موجود هناك اللجنه. ايوه واللجنه عارفه الكلام ده كله اللي انا بقول لك عليه والله. اللجنه عارفه الكلام ده. انا عارف بس هي اللجنه بس ياسر عارف هم طبعا عارف. السياسه بتاعتهم ممكن تكون هي مختلفه تماما عننا، وليهم كل التقدير والاحترام، ما عنديش مشكله تمام. بس انا بقول للكابتن ياسر عشان دول اللي انت هتحتاجهم بعد كده، اللي انت تقدر تعمل لهم رخص ويلعبوا في الدوري الممتاز، لان احنا كلنا مع لجنه الحكام، كلنا عايزين لجنه الحكام تنجح. انا طيب. بدور اللي هو ينجح. طب بمناسبه لجنه الحكام، اللجنه بتشكيلها الحالي كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن تامر دوري، كابتن توفيق السيد، دكتور عزب حجاج. دور الكابتن ياسر كرئيس للجنه، كابتن تامر دوري محاضر دولي واشتغلت مع المجموعه دي كلها، كابتن توفيق السيد بيبقى دوره ايه في اللجنه؟ دكتور عزب توفيق دوره ايه في اللجنه؟ هما الاثنين دورهم اداري. اداري مش فني. هما الاثنين في الشغل الاداري على مستوى عالي جدا، الدكتور عزب ادار اللجنه في سنين طويله جدا، كابتن توفيق مسك منطقه القاهره ونجح فيها، فالاثنين دورهم في نفس الدور. طب ايه الفرق بين الدور الاداري والدور الفني؟ لان انا بشوف حكام بيطلعوا يحللوا حالات تحكيميه وما بيبقاش فنيين. انت رحت سؤال مهم جدا. وهنرجع لمشكله تاني حصلت في اللجنه اللي فاتت. تاني كابتن محمد بنقول توفيق السيد دوره ايه في لجنه الحكام؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا. توفيق السيد انا بتكلم توفيق السيد طبعا ليه كل الاحترام والتقدير، راجل مسك لجنه الحكام القاهره على مدار 6 سنين. اداري شاطر قوي قوي قوي، شخصيه حاسمه. انا شايفه في الـ في الـ في الـ في الـ 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 الحته الاداريه كانت محمد يفيد جدا جدا جدا. وعلى مدار سنين جايه المفروض توفيق السيد يشتغل. الحته الفنيه بالنسبه لتوفيق هو يمكن مش حاببها، مش عاوز اتكلم بلسانه، ولكن انا شايف ان الراجل ده نجح قدام عينيا في رئاسه لجنه حكام القاهره على مدار 6 سنين. ليه؟ عنده شخصيه وحاسم جدا والحكام بتحبه واكيد هيفيد المكان. هنا السؤال وانا بسال كابتن ياسر، لابد انك انت في النقطه دي لابد بقى عشان ما نرجعش تاني يا كابتن محمد نتكلم مين مسؤول اداري ومين مش مسؤول اداري. نحط نقط في الحروف، كابتن توفيق السيد هل هو مسؤول مدير لجنه الحكام؟ يطلع يقول لنا. هل هو ماسك ملف معين؟ محمد يطلع يقول لنا. ليه؟ لان بيترتب على كده ايه؟ اختلافات. مش عاوزين نعود تاني للقصه اللي فيه ناس بتختلف وناس بتتفق، دي بالنسبه لتوفيق السيد مهمه قوي. النقطه الاخيره سريعا وده لياسر عبد الرؤوف. ياسر النهارده مفيش نجاح للتطوير التحكيمي بدون المناطق الفرعيه كابتن، سريعا كده في دقيقه واحده. المناطق الفرعيه عندها شغل كتير قوي قوي محمد، في ناس مش شغاله خلينا نكون واضحين، وفي ناس بره كوادر شبابيه على مستوى عالي قوي، في ناس فيها فساد في المناطق، في فساد في المناطق، في فساد في المناطق. ازاي؟ استنى، في فساد في المناطق. استنى انت قلت ايه؟ في فساد في المناطق، في بعض المناطق. انا بتكلم بمنتهى الامانه، انا عملت تشكيل للمناطق واديته للاستاذ جمال علام من 6 شهور. كلم محمد بقى انت بقى عشان ده في فساد في بعض المناطق، في ناس نجحت لكن في ما ينفعش يا جماعه.
بس انت قلت جمله مهمه قوي، مش عايز اقول خطيره بس دي جمله مهمه. طبعا فساد في بعض المناطق، قصدك مناطق تشكيلات الحكام في المناطق الفرعيه، المناطق اللي هي بتدير، اللي بتدير اه لابد الناس دي لازم تتغير، لازم تمشي. طيب يا جماعه في ماتش إيه؟ في معنى اللي اصلا في حب وكره. انت حبيبي وبتكلمني في التليفون وبتوصلني بالعربيه هديك ماتشات، انت ضدي انا مش هتلعب. ما هو لازم الناس تعرف بقى. انا بقول لك انا عملت له تشكيل للجنه الحكام للتشكيل المناطق للاستاذ جمال علام، وشرحت له كل ده شغال ده مش شغال، وفي ناس مثلا لا عندها لا فساد ولا غير ولا شغاله لا تمشي وتيجي ناس مكانها، هي موجوده ما بتعملش حاجه خالص. هي موجوده ما بتعملش حاجه خالص، دورها انها تستقبل الماتشات وتوزعها. طب الحكم لما يلاقي ان المنظومه نفسها فيها كده هتطلب منه العداله ازاي في الملعب؟ ما هو ده اللي احنا بندور عليه. انت عايز تعمل عايز تطور من تحت. تبدا من تحت، بالمناطق الفرعيه، تبدا من تحت بفلوس الحكام، اعمل القاعده الاساسيه اللي تبني عليها وبعد كده اشتغل. لكن احنا اصلا ما فيش اصلا قاعده اساسيه وعمالين ايه من فوق بنخبط في بعض. طب وبعدين يا كابتن؟ انا اقسم بالله اسال الحكام، انا الحمد لله علاقتي كويسه جدا بالحكام، يعني انا لي علاقه جميله بالحكام. اسال وما يقولوا لك اللي في مناطق لا، وفي مناطق شغاله على اعلى مستوى بصراحه، في مناطق شغاله على اعلى مستوى وفي مناطق سلبيه. ما احنا مش عايزين اللي احنا ايه ندخل الحب ده تبع ده وده تبع ده انا قلت قبل كده المجاملات هي شيء أكيد. من الفساد، فلازم لازم نغير من تحت. المناطق دي يا جماعه اللي هي مثلا ايه، انت بتتكلم بدون قصد اللي دي مناطق، يعني بتكلم منطقه اسكندريه، منطقه القاهره، منطقه الجيزه، دي المناطق اللي قصدها كابتن محمد فاروق، مش قصه الفساد ان هم دول، لكن اقصد المناطق اللي هي المحافظات اللجان الفرعيه. اللجان الفرعيه برضه المنطقه دي، المنطقه دي اشم واعمى، المنطقه دي يعني وضح لنا لجنه ايه مثلا؟ اللجان الفرعيه. اللجان الفرعيه في منطقه القاهره، اللجنه الفرعيه في منطقه اسكندريه. وليس المقصود بها المنطقه كمنطقه ككل. كمنطقه، لكن لجنه فرعيه في منطقه القاهره، لجنه فرعيه في منطقه اسوان، لجنه فرعيه في منطقه اسكندريه، بني سويف. دي اللي جاني اللي قصده الكابتن محمد فاروق، بصراحه الكلام خطير جدا. للاسف وقتنا جري معاكم بسرعه. لا معلش كلمه اخيره من النبي، الله يخليك يا محمد، من النبي كلمه اخيره. انا طلبت المناطق وقلت محمد قال حاجه خطيره جدا فساد. لا كابتن النهارده انا بقول ياسر ابو رؤوف، ياسر في مناطق شغاله كويس قوي، وفي مناطق النهارده شغلتها تعيين الحكام بس، شغلتها تعيين المراقبين بس. لا يا كابتن انا النهارده عندي كفاءات. مجاملات ايه؟ مفيش مناطق فيها مجاملات كابتن؟ مفيش لجان فيها. لا ده انا بتكلم بقى أيوة. ياسر النهارده. طب ما هو ياسر حط عينك على المناطق يا ياسر. المجاملات دي هي فساد يا كابتن. ما هي ماشي. المجاملات مش معايا. انا هتكلم، انا بقول لك اهو ياسر. انت في المطبخ وعارف اكتر من المجاملات دي اسمها فساد. دور المناطق في دقيقة واحدة، هو دور المناطق النهارده انا اوزع على الحكام ماتشات. دور المناطق النهارده في اخر الموسم المنطقة تعمل لي ايه؟ تطلع لي تقول لي يا كابتن محمد يا سعيد انا عندي 60 70 حكم، انا شغلي كلجنة فرعية خد دولت بتقدمهم لك. طب النهارده طيب. لا النبي محمد النبي والله بيبلغوا لك المناطق القاهرة أكبر منطقة على مستوى المناطق الفرعية مع اسكندرية. هل من معلوم النهارده يبقى في ثلاثة أو اثنين؟ لا، هذه المنطقة هي زي لجنة الحكام، أحط فيها ستة أو سبعة على كفاءة عالية تدير منطقة القاهرة، تدير منطقة اسكندرية. عشان إيه؟ الرسالة وصلت في الآخر أكيد. نجيب حكام من المناطق الفرعية. أنتوا محتاجين حلقات مش حلقة فيها ساعة ولا ساعة. عندنا كتير. آخر سؤال في إجابة في 10 ثواني، لو رجع بيك الزمن تشتغل مع نفس المجموعه اللي كانت معاك او ترجع ولا لا؟ لا لو رجع بيا زمن اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. اختار المجموعه، لان المجموعه اللي معاك فيها اختار المجموعه اللي تشتغل معاك. طبعا. طيب كابتن محمد فوران بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبتمنى لك التوفيق في البرنامج الجميل بتاعك ده، واحنا ما عندناش غير الحق والعداله واللي يرضي ربنا. شكرا جزيلا كابتن فاروق. كابتن ناصر عباس نورتنا وشرفتنا. بحييك وبحييك على الحوار الجميل اللي انت عملته محمد النهارده بامانه، يعني بحيي محمد طبعا على الصراحه. ربنا يخليك كابتن، انا سعيد اني موجود معاك. وهو ده دورنا في أكيد. الترند وفي الفار. وهي ده او هو ده الهدف من فكره الفار. الفكره في حد ذاتها بنوضح التفاصيل. الفكره مش في حاله تحكيميه او مين كسب ومين خسر، لا، الدهاليز اللي موجوده في ملف التحكيم فيها كلام اصعب من اللي قاله الكابتن محمد فاروق. احنا لو قعدنا لغايه بكره كنا هنسمع تفاصيل اكتر من كده. حد كان يتخيل ان الحكام كانوا هيرجعوا من الامارات ومنع الظهور الاعلامي ورئيس اللجنه اخر من يعلم؟ جديده بالنسبه لنا. حد كان يعلم ان اللجان الفرعيه في المناطق فيها فساد زي ما قال الكابتن محمد فاروق؟ النهارده بنسمع كلام جديد وتفاصيل بنحط ايدينا عليها عشان نعرف الخبير الاجنبي اللي اشتغل قبل كده، الناس ساعدته وفرت له الامكانيات ولا الناس كلها كانت بتشتغل ضده بس جبنا خبير اجنبي؟ دي تفاصيل بنحاول نوضحها من خلال الناس اللي كانت موجوده في المطبخ ومن خلال خبرات برضه وتواجد الكابتن ناصر مع عباس معانا في الحالات اللي بنعملها في فقره الفار. في الختام بشكر ضيوفي، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي الاسبوع المقبل في حلقات جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.